الرئيس السيسي يفتتح مصنع الرمال السوداء بكفر الشيخ ويؤكد أن مشروعات مصانع الرمال متاحة أمام القطاع الخاص. بتكليف من القيادة السياسية انطلاق فعاليات المؤتمر الاقتصادي الأحد المقبل لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري. الرئاسة الأوكرانية تندد بإعلان بوتين الأحكام العرفية في 4 مناطق وتؤكد أنها ماضية في تحرير جميع الأراضي. 6 مساء بتوقيت القاهرة، 4 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بحضراتكم. افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع مجمع مصانع الشركة المصرية للرمال السوداء بمدينة البرولوس محافظة كفر الشيخ، والذي يعد الأحدث من نوعه على مستوى العالم باستخدام تكنولوجيا التعدين المتطورة. وخلال الافتتاح دعا الرئيس السيسي القطاع الخاص والشركات المحلية إلى المساهمة والاستثمار في المشروعات المتعلقة بتعظيم القيمة المضافة من الرمال السوداء. فكان السؤال بقوله وبسمعه للقطاع الخاص، من اول المشروع ده متاح الدكتور مصطفى؟ ايوه متاح لكم ان انتوا تخشوا فيه طبعا، اللي عايز يتفضل. والكلام ده بقوله في كل مشروع افتتحه، عشان طب بتقول لي طب احنا ما اديتناش الفرصه من الاول ليه؟ الفرصه طب ما كانت موجوده على مدى 40-50 سنة دكتور حامد. صحيح يا فندم. لا بامانه يعني. يا فندم. مش كده؟ هو بدا في السبعينات بقى ياخد الحيز الاكبر من الدراسات، كانت في السبعينات الثمانينات، لكن هو قبل كده كمان. يعني انا عايز اقول كاكتشافات، انت قلت 1922-1930 كيعني بقى احنا عارفين ان في حاجه زي كده في مصر. ولكن كاجراءات تتعمل عشان يطلق مشروع زي كده ما جاتش فرصه. صحيح. هقول ما جاتش فرصه، مش هقول اي حاجه تانية، لان ما حدش ابدا هيبقى شايف ان في خير ويا دكتور مصطفى، ولا بقى احنا بنظلم الاخرين وبنظلم نفسنا في الكلام. لا، اي حد في مصر مسؤول اي مكان موقعه هيبقى حريص على ان هو لو في مجال لخير هيعمله. فلكن ما حصلش، ما جاتش فرصه. بقول الفرصه جت بايه؟ بان في مسار احنا نجحنا فيه دلوقتي وعرفنا تفاصيله، وبقى في حاجة اتشكلت وخرجت للنور في المشروع ده. وأكد الرئيس السيسي أن حجم طلب السوق العالمي على منتجات الرمال السوداء كبير جدا، وأشار إلى أن تكلفة مشروع الرمال السوداء تقدر بنحو 4 مليارات جنيه. إن دراسات الجدوى، أنا بقول الكلام ده للي بيهتم بالشغل ده، اللي عايز يخش في مشروع زي ده، بقول له دراسات الجدوى بحجم الاحتياطيات تخليك تخش تشتغل في الموضوع ده وانت مستريح. دي واحد. نمرة 2، طلب السوق العالمي لهذا الموضوع كبير جدا جدا، يلبي اي منتج انت هتطلعه، يتبقى جزء في القيمة المضافة اللي طرحت هنا. ده موضوع تاني خالص. يعني في خامات ما لهاش قيمة مضافة ابدا، هي هتتباع خامات كده، وفي خامات طالعة ممكن يتعمل منها شغل في مصر، قد يكون هيكلف كتير عشان يطلع، وخبرات كبيرة برضو. كل ده بنقوله عشان البيانات اللي موجودة عندنا دكتور حامد اتفضل، وجهاز الخدمة الوطنية وكل من هو معني بالموضوع دوت، البيانات والمعلومات يا دكتور مصطفى المتاحة للمشروع متاحة للكل، للي عايز يشتغل في هذا الأمر. كما أكد الرئيس السيسي أن الدولة مستعدة لأي إجراء للحفاظ على صحة العاملين بمشروع الرمال السوداء، مشددا على ضرورة التأكد من أن العمل في مشروع الرمال السوداء ليس له أي تأثير صحي من خلال الإجراءات والمعايير والاحتياطات التي من الممكن تحقيقها. أنتوا شايفين أن احنا محتاجين مواد لارتدائها للعاملين أو كده، احنا مستعدين نعمل ده، يعني نبقى متحوطين اكتر طبعا.
حريصين اكتر طبعا. عشان في النهايه ما هو اللي شغال بالشغال يوم ولا شهر ده شغال على طول صحيح. فاحنا عايزين نبقى مطمنين من الكلام ده لان دول اهلنا طبعا طبعا. عايزين نطمن ان الشغل ده ملوش اي تاثير صحي على الانسان من خلال الاجراءات اللي بتتعمل بالدراسات اللي انتم عارفينها تمام والمعايير المعمول بيها وايضا بالاحتياطات اللي احنا ممكن نحققها. هذا وتفقد الرئيس السيسي مجمع مصانع الشركة المصرية للرمال السوداء بمدينة البرولوس عقب افتتاحه بمحافظة كفر الشيخ، كما تفقد مبنى المعامل والبحوث بمجمع مصانع الشركة واستمع إلى شرح حول معمل فصل المعادن، وتفقد كذلك مصنع الروتيل ووحدة التعبئة والتخزين بمجمع المصانع والكراكة البحرية تحيا مصر التي تتواجد في بحيرة صناعية. تقوم الشركة المصرية للرمال السوداء باستخلاص المعادن الاقتصادية من هذه الرمال وفصلها وتسويق منتجاتها محليا وعالميا. يأتي ذلك بهدف تعظيم القيمة المضافة لخامات المعادن المستخلصة من الرمال السوداء وتحويلها إلى منتجات جاهزة لصالح صناعات السيارات والإلكترونيات وهياكل الطائرات. وللمزيد من التفاصيل والتحليل ينضم إلينا هاتفيا الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي. دكتور مصطفى بعد التحية، يعني تابعنا اليوم افتتاح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمشروع مجمع مصانع الشركة المصرية للرمال السوداء في مدينة البرولوس في كفر الشيخ. كيف ترى هذا الافتتاح الكبير لمجمع المصانع في كفر الشيخ؟ كيف ترى هذه الخطوة في ملف توطين الصناعة في مصر؟ مساء الخير لحضراتكم. هو طبعا خطوة في غاية الأهمية النهاردة، بتدل قد إيه أن الدولة المصرية والرئيس بيحافظ على الثروات الطبيعية بطريقة حديثة بتحقق قيمة مضافة. تخيلوا حضراتكم أن الرمال السوداء زي ما ذكر النهاردة رئيس الشركة والسادة المسؤولين بقالهم أكثر من 90 سنة ما بقاش يتم إنجاز أي شيء غير الاكتشاف والتصدير، وطبعا بعض من الأمور للأسف اللي هي كانت غير صحيحة في عملية الاقتناص لي، يعني زي ما بيسمى جزء منها كان يعني سرقة أو فساد. ولكن الحمد لله النهاردة قننت الدولة وضع هذه الشواطئ والأراضي وقيمة التعدين حتى يكون في قيمة مضافة للاقتصاد بوجود عدد من المصانع، وبالأخص كمان إن هي في منطقة حديثة للتصنيع زي كفر الشيخ اللي احنا بنشوف النهاردة يبدأ عملة جديدة، ابتكار حديث للتصنيع للتعدين. طبعا نعلم جيدا إن احنا بقالنا فترة بنتكلم على البتروكيماويات وأيضا المشتقات الخاصة بالبترول والغاز. النهاردة المعادن بقى ليها
حظ أوفر في حركة التصنيع. ثلاث دول في العالم هم المسيطرين على هذا الأمر الحمد لله، مصر منهم بعد الهند والبرازيل. فأعتقد ده نجاح إن إحنا بنحافظ على الثروات وبنحقق لها قيمة مضافة لتوفير العملة الصعبة. طيب دكتور مصطفى، السيد الرئيس أيضا فتح المجال اليوم للقطاع الخاص في للاستثمار في هذا المجال، إلى أي مدى يمكن أن يعني تساهم هذه الخطوة في دعم صناعات مختلفة في مصر؟ خلينا نقول دايما الرئيس بيناشد رجال الأعمال، كل في انفتاح أو مشروع حديث أو حتى المشروعات القائمة، مشروعات حديثة أو مشروعات بيتم تطويرها، الرئيس بيناشد القطاع الخاص تشجعوا، إما خشوا بخصخصة اشتروا الشركة كلها بالكامل أو حصول على نسب مساهمة أو مشاركة. أعتقد ده أكبر يعني رؤية لأن في افتتاح لوثيقة الملكية الخاصة بمصر بيعرضها السيد الرئيس. مشروع زي ده النهاردة بيحقق وفر للعديد من فرص العمل، بيزود الإنتاجية، خاصة إن إحنا على أعتاب المؤتمر الاقتصادي، وأيضا نحن في كمان الحوار الوطني اللي فيه ضلع كبير جدا للشق الاقتصادي. فده بيدل يا فندم إن إحنا الحمد لله منفتحين على زيادة من التكوين للقطاع الخاص باستثمارات بمشروعات زيادة في توفير العملة، وأيضا بتحقق أرباح وإيرادات بالعملة الصعبة كبيرة. نجحنا في ان احنا النهارده هيئنا البنيه التحتيه للمشروعات دي وبنسلمها للقطاع الخاص وللمستثمرين. نعم. دكتور مصطفى، المعادن المستخلصه من الرمال السوداء تدخل في صناعات مختلفه استراتيجيه وصناعات متعدده، من هياكل الطائرات الى تركيبات الاسنان والدهانات والسيراميك وما الى ذلك. كيف يمكن لمصر ان تستثمر يعني هذه الميزه الكبيره للمعادن المستخلصه من الرمال السوداء لجلب وجذب المزيد من الاستثمارات الخارجيه في هذه المجالات المختلفة؟ خلينا نقول يا فندم ان الرمال السوداء دي بيتم استخلاص منها 41 عنصر معدني يتم اضافة للمشروعات القومية الكبرى، سواء زي ما حضرتك تفضلتي في صناعة الطيارات او الهياكل الخاصة بالطيارات. والعالم كله المتقدم والدول الكبيرة بتتكالب على خاصية الرمال والعناصر الرمال السوداء، صناعة السيراميك والأدوات الصحية، حتى الذهب، حتى الحديد، العديد من الصناعات بيتم اكتشافها من الرمال السوداء. فلو كل بس عنصر من دول تم بحث ليه ازاي يتم مشاركته مع القطاع الخاص، اعتقد هنحقق نجاح بالمليارات. بينقصنا بس الإرادة اكتر، زي ما تحدث رئيس الشركة النهاردة ان احنا نروج لكيفية جلب عدد من المستثمرين للاستفادة الكبيرة جدا. ما ننساش ان الرمال السوداء دي بتحتاج تكنولوجيا عالية زي ما احنا شفنا في المصنع النهاردة، وكمان حركة تدقيق من المعامل بخبرات، لان نعلم جيدا الدولة والقيادة السياسية بقى لها 4-5 سنوات بتجهز بس في المشروع ده. ثم فجأة المجتمع المصري بان المشروع ده تم تجهيزه والنهاردة الحفاظ عليه، ومصر بتحقق مشروع اضافي من المشروعات القومية بتقدمه للاقتصاد الكلي. أشكرك جزيل الشكر الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي. تمتلك مصر احتياطي استراتيجي هو الأكبر في الشرق الأوسط من الرمال السوداء، ويصل إلى 5 مليارات متر مكعب قابلة للزيادة بشكل عام. كما تمتلك مصر حتى الآن 11 موقعا على السواحل الشمالية تنتشر بها الرمال السوداء بتركيزات مرتفعة. We'll be right back.
كنز أسود يملأ السواحل والبحيرات. الرمال السوداء تخرج إلى النور بفرزها لمعادن ثمينة ذات أهمية اقتصادية عالية عن طريق مجمع مصانع فصل الرمال السوداء بكفر الشيخ، الذي أنشئ حديثاً بتكنولوجيا استرالية والتي تعد الأحدث في العالم في استخلاص الرمال وفصلها، نظراً لما تمتلكه مصر من احتياطي استراتيجي هو الأكبر في الشرق الأوسط، ويصل لخمسة مليارات متر مكعب قابل للزيادة بشكل عام، وما يقرب من 240 مليون متر مكعب بمنطقة البرولوس فقط. بتكمن أهمية الرمال السوداء في ما تحتويه من معادن ثقيلة بيطلق عليها المعادن الاقتصادية نظرا لاقتصادياتها ووضعها الاستراتيجي. الحقيقة استمدت اقتصادياتها ووضعها الاستراتيجي هذه المعادن من أنها بتملك طيف واسع من التطبيقات الصناعية الهامة، وبتدخل في العديد من الصناعات التكنولوجية المتطورة. المجمع عبارة عن مجموعتين، المجموعة الأولى 6 مصانع اللي احنا متواجدين بيها الآن زي ما أشرت لحضرتك، والجزء الأول اللي هو موقع التنجيم اللي بنسميه مصنع التركيز العائم، ده عبارة عن كراكة عائمة هولندية تعمل بالكهرباء، طاقة إنتاجية 2500 طن في الساعة، بيليها مصنع تركيز عائم بيتم نقل الرملة المخلوطة بالمياه من خلال الكراكة من خلال المواسير العائمة أعلى البنتونات. تبدأ الرحلة بكراكات عائمة تسحب الرمال من البحيرات والسواحل، وتنتقل إلى مجمع مصانع فصل الرمال الذي يحتوي على 6 مصانع متنوعة تخص كل مادة تخرج من الرمال، والتي ستوفر المصادر الأساسية لكثير من المعادن مثل المونازايت واليورانيوم المشع والزركون ومعادن أخرى تدخل في صناعة هياكل السيارات والسيراميك والدهانات ومواد الإشعاع النووي وتبطين المفاعلات النووية وبعض المواد الخام التي تستخدم في الصناعات الحديثة. شركة الرمل السوداء هتنتج معادن أهمهم الإليمينايت والزيركون، ودول هم اللي هنشتغل عليهم للقيمة المضافة، لأن الإليمينايت الحقيقة بيحتوي على نسبة لا تقل عن 40% من ثاني أكسيد التيتانيوم، وثاني أكسيد التيتانيوم هو المادة الخام لصناعات كتيرة جدا أهمها صناعة البويات وأيضا صناعات ميتالرجية لإنتاج سبائك التيتانيوم. I think the mineral sands industry is in a state of demand. أعتقد أن صناعة المعادن عليها طلب كبير هذه الفترة، وستستفيد مصر كثيرا من صناعة واستخلاص المعادن من الرمال، وهذا يعني زيادة في التصدير المصري. ستكون هناك فائدة للمجتمع من هذه المشروعات التي تحتاج لعمالة ومهندسين، لذلك فهي توفر فرص عمل كبيرة، وأعتقد أنها قصة نجاح كبيرة لمصر، وسيتعاظم الطلب أكثر على المواقع الجديدة بعد نجاح منطقة البرولوس. تمتلك مصر حتى الآن 11 موقعاً على السواحل الشمالية تنتشر بها الرمال السوداء بتركيزات مرتفعة، وتعتمد الصناعة بالكامل على المياه العذبة سواء في استخراجها المعادن أو فصلها بدون إضافة أي مواد كيميائية، مما يجعلها أيضاً صديقة للبيئة. وقد يصل الاحتياطي الاستراتيجي للرمال السوداء إلى 200 عام من العمل المتواصل. دراسات اقتصادية وفنية تابعها إنشاء وتنفيذ لمجمع مصانع الرمال السوداء لتغطية احتياجات السوق المحلية وتصدير الفائض للأسواق العالمية ضمن خطة الدولة لتعظيم الاستفادة الاقتصادية من الثروات الاستراتيجية المصرية. كريم بيبرس، التلفزيون المصري. وقد قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتفقد أعمال تطوير الطريق الدولي الساحلي بمدينة كفر الشيخ. سيادتك مشرفنا النهارده يا فندم في الطريق الدولي الساحلي اللي بيبدا من بورسعيد وينتهي عند السلوم بطول حوالي 800 كيلو، بيمر بست محافظات رئيسيه، بورسعيد ودمياط والمنصوره وكفر الشيخ واسكندريه ومطروح، ورابط برضه على مواني مهمه جدا اللي هي مينا بورسعيد ومينا دمياط ومينا اسكندريه وكذلك مينا جرجبوب، وهو ده الاساس في التطوير يا فندم نتيجه التداول الكبير اللي في المواني، فكان لازم ان احنا نطور الطريق، ونتيجة لحجم الحركة الكثيف بتاعة النقل الثقيل كان الاتجاه ان احنا نعمل نفصل حركة النقل الثقيل عن الملاكي. وهنكمل يا فندم ان شاء الله الطريق من اسكندرية في اتجاه السلوم
عن طريق طريق للشاحنات اللي هو عن طريق محور التعمير، وبعدين جنوبا هنمشي جنوبا جنوب مدينه العالمين وجنوب مدينه الضبعه لغايه ما نلحم مع طريق الضبعه، ومن طريق الضبعه فندم هيبقى جنوبا يوصل لغايه منفذ السلوم. احنا هنا فندم، احنا بدانا تطوير فندم من مدينه دمياط لغايه بلطيم، المسافه دي طولها 90 كيلو بالاضافه للمسافه من طريق الزراعي لطريق الصحراوي. احنا بدانا فندم من دمياط لبلطيم هنا بنعمل نفس القطاع العرضي اللي هشرحه لسيادتك حالا دلوقتي. طيب القديم اللي عدى قبل دمياط يا حسام احنا عملنا الطريق الرئيسي فقط. تمام يا فندم، ولكن رفعنا لسه ما عملناش الخرسانه. عرضنا على سيادتك اخر مره من شهر تقريبا، وسيادتك اديت القرار بدانا نشتغل على طول في الخرسانه. القطاع الحالي يا فندم اللي كان موجود عليه الطريق كان عباره عن ثلاث حاره مروريه لكل اتجاه. التطوير بعد التطوير يا فندم هيبقى ثلاث حاره مروريه للملاكي بالاضافه لطريق خرساني شمال وجنوب الطريق للنقل الثقيل، وده الاساس في الـ في الـ في الـ في, الـ في المشروع، بحيث ان احنا نفصل النقل الثقيل هيقلل الحوادث وفي نفس الوقت هيسحب الكثافات العاليه بتاعه الطريق، بالاضافه لان الجزيره اللي في النص فندم هتبقى جزيره بعرض متغير وليها علاقه مباشره بالمرافق، بنحاول نتجنب المرافق قدر الامكان، ممكن الجزيره تبقى صغيره ممكن تبقى كبيره حسب المرافق الموجوده، بنحاول دايما نتلافاها. يعني المرافق القديمه كانت على الطبان على طول، كان بالظبط كده، او سايبه الطريق 2 3 متر بالظبط، اوسع الجزيره شويه عشان ما نقلش ما اضطرش. بنحاول قدر الامكان ان احنا نتلافاها، وده برضو نفس القطاع بالنسبه للكباري، برضو نفس الحكايه، بنوسع الكباري كلها، بنعمل اتجاهين تانيين لكل كوبري بحيث ان احنا برضو حركه النقل ما نضطرش ان احنا ندخل على طريق على كوبري واحد مع الملاكي، فلازم كنا نعمل الكباري ونزوده. ودي القطاعات يا فندم اللي احنا شغالين فيها، ده لو طبقه لو رصف اسفلتي عادي 60 سم اساس و5 6 سطحيه، وده لو رصف خرساني. طبعا هنا واضح ان السمك يمكن عالي هنا شويه وله علاقه بطبيعه التربه، كل ما طبيعه التربه بتبقى سيئه كل ما بنضطر نعمل قطاعات انشائيه ثقيله شويه. وطبعا الطريق الرئيسي احنا اشتغلنا بتقنيه الاف دي ار والسي ار، كنا عرضناها لستك فاقوس، والطريق اللي عند ستك ده احنا فعلا نفذناه بنفس التقنيتين دول. مراحل تنفيذ الخرسانه يا فندم، العربيه بتيجي تحط الخرسانه بتاعتها، بتطلع من الخلاطه بتحط قدام الفينشر، بيطلع من وراها المنتج ده وراه الرصف الخرساني، وبعدين بتيجي وراه مكنه المعالجه. مكنه المعالجه دي بتعمل حاجتين، بترش مواد اضافات عشان تحافظ على الهاردنس بتاع السطح بيبقى بحيث ان هو يبقى قوي، وبتمشط السطح عشان يبقى متمشط زي ما ستك واقف عليه كده. تمام يا فندم، وبعد كده بنقطع البلاطات. الماده الكيماويه دي بتحتفظ بالميه داخل الخرسانه. تمام كده، كنوع من انواع المعالجه. تمام يا فندم، وبعد كده بنقطع البلاطات. بالنسبه اللي كنا عرضنا على ستك قبل كده فقوس تدوير طبقات الرصف في نظام الاف دي ار والسي اي ار والستيل جارد وماله الشروخ والمايكرو سيرفيس. انا حاجه عايز اقولها. اتفضل. دي جيرسي ده 1 2 3 4 5 6 7 كده ولا ايه؟ تمام. طيب الكيلو بكلفنا كام يا حسام؟ كيلو نيوجيرسي حوالي 600,000 جنيه. كويس. السلاح كويس، يعني انا او 500,000 جنيه السلاح من هنا لغايه السلوم يكلفني 600 مليون جنيه. تمام. احنا كام يا حسام؟ 600 مليون جنيه. احنا فين التوجيه سيادتك يا فندم؟ انا النهارده دكتور مصطفى ماشي على طريق زي كده في ثلاث حارات بالمستوى ده. تمام. حاسبهم وخش على الاسفلت يا دكتور مصطفى. دي واحد. نمره 2، لو احنا هنعمل المنظومة بتاعت الاي تي اس هي هتسيطر على هيجي يمين انا حاسب ولا هيجي شمال، يعني هياخد حاجه مش في الطريق تضر بالاخرين. لو انت انا جيت قلت لي ايه، انا من ضمن الطريق وانا بعمله يا دكتور مصطفى هحط 600 مليون جنيه دول في المنظومه دي بدل ده. عايز الناس النهارده تتفاعل مع القانون. طيب انا النهارده بعمل ده وبيكسر ولا انا غلطان؟ صح. حوادث. طيب لا غير وغير حوادث، لا بيكسر ونرجعه. طب انا النهارده عامل طبعا بشكل يعني مريح. أيوة. تمام. واخد بال حضرتك؟ تمام. ومخطط كويس قوي، ثم عملت المنظومه بتاعتي بقى اللي ماشي سواء ملاكي او كده مش على قد انه هياخد حاره مش بتاعته. لا انت بتتكلم على سرعات، بتكلم على الاستقرار في الحاره بتاعته، كل واحد بيلتزم بيه حاجات كتير في قوانين المرور. المنظومه هتعملها هتخليها. طب انا هيكلفني كام؟ 600 مليون جنيه المنظومه؟ لا اكتر. طب كام؟ بس كام يعني؟ كام؟ انا كده كده هعملها. لا انت كده خدت 600 من هنا
حطيت عليهم 400 مثلا وحطيتهم في المنظومه وعملتهم في المنظومه وجابت لي حاجات. بس الدكتور مصطفى حاضر تمام فن. حاضر تمام فن. حاضر تمام حاضر فن. حاضر 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 فن. يروحوا المنظومه ستك اي تي اس. حاضر وتتعاقدوا عليها. حاضر فندم. حاضر حاضر وعملوها فاين قوي لانها بصراحه انا شفتها طبعا مش عافيه ممكن تتخبط بعربيه يعني الحاجات اللي هي اللي ممكن تخليها فيها استقرار يعني. حاضر ربنا يخليك يا فندم تحت امر سيادتك يا فندم. بتكليف من الرئيس السيسي تنطلق الأحد المقبل فعالية المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 خلال الفترة من 23 إلى 25 من أكتوبر. وأكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن المؤتمر يستهدف التوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة خلال الفترات المقبلة، كما يهدف المؤتمر اقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري. كما سيشهد المؤتمر الإعلان عن عدد من الحوافز لقطاع الصناعة والمصدرين لتحقيق المستهدفات القومية. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة استعدادات طرح عدد من قطع الأراضي والوحدات السكنية للمصريين العاملين في الخارج. وخلال الاجتماع تم الكشف عن أنه يتم الإعداد حاليا لعملية طرح الأراضي عبر الموقع الإلكتروني المخصص للحجز، ومن المقرر أن يستمر في عرض الأراضي والوحدات المتاحة للمصريين في الخارج، كما سيتم عرض عدد من الوحدات السكنية المميزة للحجز تباعا. ينظم صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جلسة نقاشية غدا الخميس بعنوان التصورات الحزبية لضمانات الحبس الاحتياطي في الحوار الوطني. وأوضح بيان لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن الصالون سوف يطرح عدة أسئلة ومحاور على ضيوف الجلسة للنقاش، من بينها كيفية مساهمة الحوار الوطني في الاتفاق على نقاط لقانون الإجراءات الجنائية، وبالتحديد في ملف الحبس الاحتياطي ودور لجنة العفو الرئاسي في معالجة هذا الموضوع وغيرها من الأسئلة محل النقاش. نظمت وزارة الداخلية دورتين تدريبيتين لمسؤولي إنفاذ القانون، وطلبت وطالبت كلية الشرطة في مجال مكافحة العنف ضد المرأة. يأتي ذلك بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والسفارة الأسبانية بالقاهرة في إطار صقل مهارات العنصر البشري في كافة مجالات العمل الأمني. نظمت وزارة الداخلية بمقر أكاديمية الشرطة دورتين تدريبيتين لمسؤولي إنفاذ القانون وطلبت وطالبات كلية الشرطة في مجال مكافحة جرائم العنف ضد المرأة، بالتنسيق مع خبراء مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المنظمة والسفارة الإسبانية بالقاهرة. A las entidades que han colaborado con nosotros, que me hayan permitido participar en estas jornadas como experto y mostrarle mi experiencia a los futuros policías que van a salir de esta academia. Reitero mi agradecimiento al gobierno de Egipto y espero que... تناول برنامج الدورتين عددا من المحاور، في مقدمتها التعرف على جرائم العنف ضد المرأة والإطار القانوني للتصدي لهذه النوعية من الجرائم وفقا للأطر والمعايير الدولية، وكذا كيفية التعامل مع الضحايا والشهود. Pretendemos que estas jornadas sean fundamentalmente interactivas con un componente práctico muy marcado, de modo que los alumnos, los participantes puedan de verdad contribuir con casos prácticos, podamos debatir, discutir circunstancias concretas que se van a dar en nuestra vida policial operativa. Y por tanto, el marco teórico va a existir, necesariamente tenemos que dar una referencia teórica, pero fundamentalmente el objetivo es debatir casos concretos y favorecer el debate y la discusión con los alumnos. Deseo que sean unas jornadas fructíferas donde todos podamos aprender, aprendamos unos de otros, podamos aportar nuestros conocimientos de cómo trabajamos en España y también nos llevemos a España conocimientos y aprendizaje
de cómo se trabaja este tipo de delitos a nivel policial en Egipto. Agradecer al Ministerio del Interior de Egipto, a ECID y a UNDOC por habernos invitado, por haber contado con España, con el Ministerio del Interior, con Guardia Civil y con Policía Nacional para participar en este taller de formación de violencia sobre las mujeres y niñas. وتضمنت الدورتان عقد ورش عمل حول مكافحة جرائم العنف ضد المرأة وشهدت تبادل للخبرات، كما تم استعراض جهود قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية في مكافحة جرائم العنف ضد المرأة. Vale, y terminaremos con la realización de unos casos prácticos donde podamos ver el desarrollo que nosotros le daríamos particularmente a estos supuestos y al mismo tiempo observar cuál sería el desarrollo que la Policía Nacional de Egipto llevaría en el mismo supuesto para comprobar cuáles son las diferencias y similitudes en este tipo de investigaciones y cómo podemos enriquecernos ambos de conocer estos procedimientos. Vale, y por último, agradecer que se haya solicitado nuestra participación en esta jornada, puesto que aparte del enriquecimiento profesional que va a suponer, supone también un enriquecimiento personal, puesto la historia y cultura del Cairo y de Egipto es conocida mundialmente y es un placer poder participar de conocer esta cultura. Doy las gracias a todos los organizadores por facilitar este espacio para compartir y mejorar experiencias. هذه الدورات تأتي في إطار حرص وزارة الداخلية على الاستفادة من الخبرات الأمنية الدولية في إصقال مهارات العنصر البشري في مختلف المجالات الأمنية، لا سيما المعنيون بمكافحة جرائم العنف ضد المرأة. وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي، وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 506 قضايا تموينية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت 172 طن، وفي مجال الاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط 34 طنا، وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع تم ضبط 25 طنا، وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء تم ضبط 113 طن، وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 716 قضية من بينها 152 قضية خبز ناقص الوزن و 140 قضية خبز غير مطابق للمواصفات، وفي مجال ضبط قضايا التهريب خارج منظومة توريد أرز الشعير تم ضبط 17 قضية بمضبوطات بلغت 313 طن. أكد وزير الخارجية سامح شكري أهمية مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ كوب 27 هذا العام والذي يعقد في سياق دولي مليء بالتحديات. خلال ترأسه الاجتماع الأول لمجموعة أصدقاء كوب 27 افتراضيا، أكد شكري أن المؤتمر يمثل فرصة لتأكيد جميع الأطراف الدولية تضامنها ووحدتها والتزامها بمواجهة تغير المناخ. كما استقبل وزير الخارجية سامح شكري وزيرة الدولة الأفريقية بالخارجية البريطانية جيليان كيغان التي تزور مصر للمشاركة في فعالية الدورة الخامسة لأسبوع القاهرة للمياه. تناول اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنية التي تجمع مصر والمملكة المتحدة وتطوير أوجه التعاون بما يعكس عمق الشراكة بين البلدين. وثمن شكري انعقاد الاجتماع الأول لمجلس المشاركة المصري البريطاني في يوليو الماضي، مؤكدا أهمية البناء على ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع. استعدادات على قدم وساق تجرى بمدينة شرم الشيخ لاستقبال مؤتمر تغير المناخ كوب 27، يأتي على رأس المشروعات الخضراء والذكية مبنى مجلس المدينة المصمم كصديق للبيئة بأحدث التقنيات. نتابع. صرح جديد من المشروعات المقامة على أرض مدينة شرم الشيخ استعدادا لمؤتمر المناخ كوب 27. مبنى مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد نموذج فريد لمبنى حكومي ذكي مصمم على مساحة 20,000 متر مربع بأحدث التقنيات الإدارية والعلمية. المشروع على 11,000 متر مسطح، 3 أدوار أرضي وأول وتاني. اللاندسكيب اللي حواليه حوالي 25,000 متر مسطح، مساحات خضراء ومشايات ونافورة في مدخل الـ VIP،
وبوابة أمامية برضو VIP وبوابة خلفية زائد مبنى خدمات بيبقى فيه 11 غرفة فندقية لأي ضيوف جايين زي موتل كده، أي ضيوف جايين للمحافظ أو كده أو للمبنى ممكن ينزلوا في هذه الغرف. مبنى مجلس المدينة الجديد صديق للبيئة ومزود بوحدة محولات كهربائية بالإضافة لاستخدام ألواح الطاقة الشمسية كطاقة نظيفة، وطفرة في التصميم والإمكانيات المتقدمة على المستوى التقني والتكنولوجي والرقمنة. المبنى طبعا بأحدث التقنيات التكنولوجية، أنظمة شبكة المعلومات هي أحدث أنظمة عالمية مستخدمة في المبنى. أنظمة التكييف المستخدمة في المبنى هو أنظمة حديثة جدا على أعلى مستوى، أنظمة ذكية بتساعد على تقليل الانبعاثات الحرارية اللي ممكن تخرج من المبنى، عشان كده نقدر نقول إن المبنى دوت مبنى صديق للبيئة. مقر مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد أنشئ على بعد كيلومتر من مدينة الشباب والرياضة بمنطقة حي النور، وبأحدث التقنيات لخدمة المواطنين، لينضم إلى قائمة البنايات الذكية والصديقة للبيئة التي يجرى إنشاؤها بالمدينة. عقد المكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة اجتماعه بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة وزيرة البيئة ياسمين فؤاد. يأتي الاجتماع تنفيذا لقرارات الدورة السابقة، حيث ستناقش العديد من البنود ذات الأهمية البالغة لكافة الدول العربية، خاصة مع استضافة مصر لقمة المناخ المقرر عقدها في شرم الشيخ. كما سينظر المجلس في دعم جهود المجموعة العربية لقضايا ومفاوضات تغير المناخ وسعيها الدائم للحفاظ على المصالح المشتركة للدول العربية في كافة قضايا تغير المناخ المطروحة على الساحة الدولية. نددت الرئاسة الأوكرانية بإعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأحكام العرفية في 4 مناطق تسيطر عليها بلاده في أوكرانيا. وأكد مستشار الرئيس الأوكراني أن هذا التشريع لن يغير شيئا بالنسبة لأوكرانيا، مشددا في الوقت ذاته على أن كييف ماضية في تحرير جميع أراضي البلاد من الوجود الروسي. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأحكام العرفية في المقاطعات الأوكرانية الأربع التي تم ضمها إلى روسيا. وقرر بوتين عقب اجتماع مجلس الأمن الروسي لبحث تطورات العملية العسكرية في أوكرانيا. زملاء الأعزاء، نحن نعمل حول حل مسائل معقدة وكبيرة لضمان مستقبل روسيا وحماية سكانها، وكل من هو الآن على الجبهة يحصل على التدريب في مراكز التدريب ويجب أن يحصل على هذا الدعم، ونحن نعرف أن دولتنا بضخامتها لديها شعب موحد ومن كافة فئاته من المهندسين والاقتصاديين وغيرهم يعملون على حل كافة المسائل المرتبطة بالكتلة الدفاعية، والآن يجب أن نكون مجهزين على كافة المستويات في الحكومة. أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عددا من القوافل الطبية الموسعة التي واصلت محافظة سوهاج تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية. تأتي القوافل ضمن خطة الحماية الاجتماعية للتحالف الوطني في إطار مبادرة ستر وعافية، حيث تضم القافلة الطبية الموسعة التي تم إطلاقها في محافظة سوهاج العديد من التخصصات الطبية. النهاردة متواجدين ضمن المبادرات الائتلاف الوطني لجمهورية مصر العربية داخل محافظة سوهاج في قرية أولاد علي والتابعة لمركز البليانة. النهاردة احنا بنشارك كمؤسسة صناعة الخير بالقدم السكري، ودي احدى المبادرات اللي بتقوم بها مؤسسة صناعة الخير تحت اسم قدم صحيح. هيتم توقيع الكشف الطبي على الحالات الغير قادرين والمترددين على عيادة القدم السكري النهاردة من أخصائي واستشاري أوعية دموية. طبعا هتقدم كمان الأدوية مجانا للحالات الغير قادرة، وهيتم إجراء الغيارات الجراحية للمرضى داخل برضو غرفة القدم السكري، وهيتم بحث الحالات الغير مستحقين وتقديم الخدمة لهم مجانا على مدار العام حتى يتم شفائهم. الحدث العظيم ده معمول تبع الاتحاد والائتلاف الوطني
الوطني للتنموي، علشان طبعا دي قافلة طبية شاملة، عيون، صحة إنجابية، تنظيم أسرة، جلدية، عدد كبير منها، عدد كبير من المؤسسات زي مؤسسة صناع الحياة، مؤسسة أبو العيون، مؤسسات كتيرة. ده الحدث بيدل إن القيادة السياسية عاملة إنجاز. نحن زي ما شفت حضرتك نازلين لأصعب القرى لتوعية شاملة، نقدم خدمات للمرضى، عمليات مجانية، نظارات مجانية برضو، وكشوفات، ومتوفر معنا علاج بالمجان، وإن شاء الله معنا تخصصات تانية كتير يعني، وكلها خدمات للبلد إن شاء الله. جايبين مبادرة قدم صحيح لأهالينا في أولاد عليوة والقرى المجاورة. فكرتنا في قدم صحيح إن إحنا نساعد أهالينا في القرى من مرضى السكر غير القادرين اللي عندهم مشاكل في القدم، إن إحنا نحميهم من البتر. الخدمات اللي بنقدمها النهاردة ثلاث مستويات من الخدمات. المستوى الأول توقيع الكشف، المستوى الثاني تقديم رسائل التوعية، المستوى بداية الاستمرارية في تلقي علاج شهري لمن يثبت احتياجه للعلاج الشهري من مرضى القدم السكري اللي عندهم جروح بهدف حمايتهم من البتر. احنا حاليا بنحاول نستهدف ان احنا نقدم استفادة طبية لعدد ما يقلش من 2500 ل 3000 فرد، والحمد لله بإذن الله العدد وعدد الحضور كويس جدا، والناس متقبلة جدا، والناس مبسوطة جدا بالتواجد. النهاردة احنا جايين سواجع عشان نوزع شنط مدرسية على المدارس، بالإضافة إن إحنا هنعمل حملات توعية للأطفال عن المعاملات الإسلامية وعن كيفية الوضوء وأحكام تلاوة القرآن. كشفت بالمجاني وأعطونا علاج زين ودواء وتمام والحمد لله. استضافت جامعة طنطا اليوم مؤتمر مواطني الغربية والحوار الوطني بالتعاون مع محافظ الغربية والتحالف الوطني للعمل الأهلي بمركز المؤتمرات بالجامعة. يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي تحت مظلة الأكاديمية الوطنية للتدريب، وبالتنسيق مع كافة فئات المجتمع لإدارة حوار حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة في المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية. رابع محطة من محطات الحوار الوطني انطلقت من جامعة طنطا، والذي تأتي تحت شعار الطريق نحو الجمهورية الجديدة، حيث شهدت قاعة الجامعة لقاء جماهيريا مع عدد من ممثلي الجمعيات ومؤسسات التحالف الوطني وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وممثلي الجمعيات الأهلية وأساتذة الجامعة والطلاب. محافظ الغربية طارق رحمي استعرض في كلمته الإنجازات التي تحققت في مجال الصحة والتعليم والمشروعات التنموية. مهم قوي عقد هذا اللقاء في محافظة الغربية، لأنه بيضم النهاردة العديد من الطوائف والتيارات المختلفة والفئات المختلفة من المجتمع. النهاردة احنا بندعو الشباب، بندعو العمال، بندعو الفلاحين، بندعو الجامعة والمثقفين والأحزاب السياسية المختلفة والنواب مجلسي الشعب والشيوخ. في الحقيقة طوائف كثيرة جدا، كل سيدلو بدلوه بآرائه بمقترحاته في حل المشكلات والتحديات اللي بتواجه المجتمع في هذه الفترة، خصوصا في ظل الجمهورية الجديدة اللي هي بتهتم بالإنسان المصري. احنا مش بس بنهتم بالصحة وبالتعليم والثقافة والفنون، وإنما أيضا بالاستماع لآراء المواطنين المختلفين. رئيس جامعة طنطا الدكتور محمود زكي أكد أن الندوة جاءت لتتناول المحاور الأساسية للحوار الوطني، وهي المحاور السياسية والاجتماعية والاقتصادية. خلينا نقول أن الحوار الوطني ما هوش قاصر على النخبة فقط، ولكن إحنا بنحاول دايما أن إحنا نشارك جميعا بشبابنا وأعضاء التدريس والمجتمع المدني كله يشارك في الحوار الوطني، بحيث يكون فكرة الإتاحة اللي هي أساس الجمهورية الجديدة تكون موجودة دايما في كل وقت. هنركز على عدد من القضايا المهمة زي قضايا التعليم، احنا في جامعة يبقى قضايا التعليم، الصحة، احنا في طبعا عدد كبير من موجودين معنيين بقضية الصحة، ايضا معنيين بقضية الأسرة وتماسك المجتمع، برضو القضية السكانية. كل هذه المسائل هنناقشها النهاردة في وجود نخبة من القيادات التنفيذية والقيادات الدينية. احنا طبعا معنيين النهاردة نخرج بعدد من التوصيات والمقترحات اللي احنا نرفعها تروح لمجلس أمناء الحوار الوطني، تمهيدا أن يتخرج إلى حيز النور في صورة قرارات أو مشروعات قوانين. وده الهدف الحوار، ان احنا نبني الجمهوريه الجديده اللي يرسي مبادئها ودعمها فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي. الندوه التي شارك فيها عدد كبير من الطلاب اكدوا ان الحوار الوطني يعد فرصه للتعبير عن رايهم والمشاركه في بناء وطنهم من خلال طرح افكارهم المختلفه. مؤتمر الحوار ده بنستفيد ان احنا على الاقل بنحتك بالمسؤولين، بنعرف المشاكل اللي في بلدنا ونقدر ان احنا نتواصل مع المسؤولين ونحلها. انا استفيد
استفاد ان انا كطالب في كليه حقوق افتخر ان جامعه طنطا بتستضيف هذا العرس العظيم وهذا الحفل العظيم في جامعتها الموقره. جلسات مثمره تعرضنا فيها على انجازات محافظه الغربيه اللي تمت على ارض الواقع، انجازات جامعه طنطا من مشروعات ومن امور مختلفه سواء في الجامعه او خارج الجامعه. بنستفاد ان احنا كشباب بنعرف الحوار الوطني، وسياده الرئيس عبد الفتاح السيسي ادانا الاولويه ان احنا نشارك ويكون لنا مقاعد وان احنا نسمع يعني ايه حوار وطني ما كانش بيحصل قبل كده في الدوله المصريه الا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. تاتي جلسات الحوار الوطني لتؤسس لمصر المستقبل التي تؤمن بالعلم والعمل، والتي تعلي المصلحه الوطنيه عن المصالح الشخصيه للعبور الامن للجمهوريه الجديده. محمد الخطيب، التلفزيون المصري. تتواصل المرحلة الثالثة من ندوات مؤسسة حياة كريمة في عدد من الجامعات تحت شعار تطوع واترك بصمتك. يأتي ذلك في إطار برنامج توعوي متكامل بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب. تحت الشعار تطوع واترك بصمتك تستمر فعاليات المرحلة الثالثة من ندوات مؤسسة حياة كريمة في عدد من الجامعات، ومن بينها جامعة السادات بمحافظة المنوفية حتى 23 من أكتوبر الجاري، وذلك في إطار برنامج توعوي متكامل وبالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب. جايين النهاردة بنعرف الشباب يعني إيه يكون متطوع، الهدف من التطوع ده إيه، إن إحنا بنقوله إزاي إن أنت تساعد المبادرة في إن هي توصل للأسر المستحقة، إزاي إن احنا نوصل الدعم المستحقي، خصوصا إن احنا عندنا العدد كبير جدا، وبالتالي هيكون عندنا على الأقل شاب أو اتنين موجودين من كل قرية ومغطيين المحافظة بالكامل. طبعا احنا بنعمل سلسلة ندوات على مستوى جامعات مصر للتعريف بدور مؤسسة حياة كريمة، إيه النشاطات اللي بتعملها. طبعا المؤسسة قايمة على الشباب وبتشتغل بالشباب، فده كان ضروري جدا إن احنا نعمل ندوات تعرف الشباب الجدد اللي ممكن ينضموا لينا، بالإضافة لأن دور مصر الكبير أو في مؤسسة حياة كريمة دور مشرف. توعية بمبادرة حياة كريمة، الندوات اللي بتحصل، الفعاليات، جامعة مدينة السادات دائما سباقة بتبني جميع مبادرات فخامة رئيس الجمهورية، وآخرهم مبادرة حياة كريمة اللي مبادرة إن شاء الله هتغير حياة أكثر من 60 مليون مواطن. إحنا هنا في جامعة مدينة السادات يعتبر الملتقى الثاني للمبادرة، كان الملتقى الأول في عام 2021 في شهر ديسمبر، كان ملتقى يجمع الأكاديميين مع المجتمع مع التوعويين مع مؤسسة حياة كريمة. اللقاء كان بيشمل دراسة الناحية العلمية والبحثية لحياة كريمة ومبادرة حياة كريمة وعلاقتها بالاستدامة. الندوات تستهدف توعية وتعريف شباب الجامعات بالمشروع القومي لتطوير الريف المصري وبالجهود التنموية المبذولة، وذلك تزامنا مع استجابة مؤسسة حياة كريمة لدعوة الحوار الوطني لمؤسسات المجتمع المدني إلى إجراء حوارات جماهيرية في كل محافظات الجمهورية مع مختلف الفئات. حياة كريمة الفترة دي مش الموضوع ان حياة كريمة داخلة كل بيت وداخلة كل قرية كصرف صحي وكمدارس وكمستشفيات وكبنية تحتية، احنا يمكن داخلين الموضوع ان هو معركة وعي. احنا مستهدفين الشباب اللي موجودين في الجامعات، لازم ان الشاب ده يبقى عارف حياة كريمة بتضيف ايه له وبتضيف ايه لبلده. اولا احنا جايين للشباب علشان نحكي لهم عن حياة كريمة، اللي ما يعرفش او اللي ما شافش في مركزه لسه حياة كريمة وما وصلتش له. في شباب منهم عارف وفي شافوا مشاريع حياة كريمة قدامهم وشافوا مدارس وشافوا الشغل بتاع حياة كريمة. احنا جايين بقى للطلبة في مكانهم نقول لهم حياة كريمة بتعمل ايه وايه دورها وايه دورك انت وازاي تتطوع معانا وازاي تبقى متواجد في مركزك او في القرية بتاعتك، ونحكي لهم الكلام ده كله ويشوفوه بعدين بالزيارات الميدانية، هينزلوا معانا ويشوفوا بعينيهم في كل المراكز وكل القرى. الحقيقة لما سمعت عن موضوع حياة كريمة وكده فهي حاجة كويسة جدا فادتنا، كان من ناحية الكرة عندنا من البحيرة، موضوع الصرف الصحي عندنا الحقيقة كان فادنا جدا، يعني فادنا من ناحية في أوقات الشتاء في الصرف العادي وكده، فوفر علينا كتير وكده ووقت. ولما سمعت ان في تطوع وكده الحقيقه ما ترددتش، يعني قلت الموضوع كويس جدا وفكره جديده وحاجه كويسه يعني لينا كلنا. تاتي هذه الندوات تنفيذا للتوجيهات الرئاسيه في اطار العمل على نشر ثقافه العمل التطوعي بين شباب الجامعات، وذلك ايمانا من مؤسسه حياه كريمه بدورها المجتمعي في تعزيز قيم العمل التنموي والتطوعي بين شباب الجامعات عبر المشروع القومي حياه كريمه. جيرمين إبراهيم، التلفزيون المصري. والآن جولة اقتصادية سريعة مع زميلة دينا شرف. شكرا لك ياسر، شكرا لك إلهام، والآن موعدنا مع أخبار الاقتصاد.
أكد وزير البترول طارق الملا على أهمية ضخ استثمارات جديدة في أنشطة البحث والاستكشاف وتنمية الحقول لزيادة معدلات الإنتاج لتوفير إمدادات مستقرة، مشيرا إلى أن مصر تمتلك فرصا واعدة لاكتشاف المزيد من الثروات البترولية. جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع مسؤولي شركة أمريكية لبحث أنشطة الشركة في منطقة امتيازها بالصحراء الغربية، وذلك منذ بدء عملها في مصر عام 2016. التقى رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين، التقى وفدا من كبرى الشركات البلجيكية المهتمة بمشروعات الطاقة الخضراء. وخلال الاجتماع عرض رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس استراتيجية الهيئة 2020-2025 والصناعات المستهدف توطينها والميزات التنافسية التي تمنحها الشركة أو الهيئة لمستثمريها من خلال جاهزية نظام متكامل للصناعة وتوافر الخدمات المختلفة. ختام أخبار الاقتصاد وعودة مرة أخرى إلى إلهام وياسر، إليكما. شكرا لك دينا شرف. انتهت نشرة الأخبار وإليكم أهم ما جاء فيها. الرئيس السيسي يفتتح مصنع الرمال السوداء بكفر الشيخ ويؤكد أن مشروعات مصانع الرمال متاحة أمام القطاع الخاص. بتكليف من القيادة السياسية انطلاق فعالية المؤتمر الاقتصادي الأحد المقبل لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري. الرئاسة الأوكرانية تندد بإعلان بوتين الأحكام العرفية في 4 مناطق وتؤكد أنها ماضية في تحرير جميع الأراضي. نهاية النشرة. شكراً لكم.